وقال وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار إن هناك عددا من الاتفاقيات ما بين الجامعات المصرية ومستشفى وادي النيل داعيا إلى استثمار مثل هذا المشروع لدعم البحث العلمي. إضافة كبيرة لمنظومة الطب بصفة عامة في مصر، إضافة رائعة للطب التخصصي. كمان إحنا أتصور أن هناك اتفاقيات مع الجامعات المصرية بشكل كبير، وأنا عارف الدكتور حازم ومستشفى وادي النيل دائما ما كان فيها تكامل ويعني تعاون مثمر ما بين كل الجامعات المصرية. أتمنى أن هذا التخصص أيضا يبتدي يعلى، كمان يبقى في بعض الدراسات اللي تدور حوالين البحث العلمي وتدور حوالين تخصصات في أقسام من كليات الطب المختلفة اللي ممكن أن احنا نضيفها إلى منظومة التعليم في هذا المجال.